اهلا وسهلا بيكم. اظن كلكم شفتوا وسمعتوا معانا هذه الانشوده الرائعه، الله اكبر بسم الله. هذه هي البدايه وهذا هو الاستعداد، هذه هي العده الحقيقيه لهذه الحرب الخياليه، نصر خيالي، نصر كبير جدا. الحقيقه من اجمل ما قرات عن هذا النصر، يعني الحقيقه كلمات استقرت في قلبي. يعني من يقول والله يا وقعت اكتوبر لو انا حبه رمل علقه في كعب بياده جندي فاني والله العظيم ورب الكعبه لسعيد. فيعني هذا شعور كل مصري، هذا ليس شعوري انا وليس شعور اللي كاتب هذه الكلمات فقط. يعني هذه يعني بصراحه القول، هذه كلمات مصرية أصيلة نابعة من قلب مصري أصيل حقيقي فعلا، سواء شارك في هذه الحرب أو ما شاركش في هذه الحرب. الحقيقة لازم نقول في هذه الذكرى 45 شكرا لهؤلاء الرجال، شكرا لرجال وضعوا في مخيلتنا بأن النصر ليس مستحيل، شكرا لرجال وضعوا أيضا كمان في أرواحنا بأن مصر تستحق الكرامة ونحن كرماء بهذا الوطن. وشكرا أيضا لكل الرجال الذين وضعوا في وعينا أن مصر هي أعظم البلاد قاطبة. شكرا، ننحني لكم جميعا. اسمحوا لي أن أنا أستضيف النهاردة إحدى الشخصيات التي ساهمت في هذا النصر الكبير، شخصية ريفية، شخصية فلاحة، ولكنه كان أيضا من الجنود الباسلة التي شاركت في حرب 73 وأحضرت لنا هذا الانتصار الذي نفخر به من 45 سنة حتى الآن، ولسه هنفخر به لأن هناك سجلات تفتح وأخبار نسمعها لأول مرة، رغم أن النصر قديم من 45 سنة، ولكن الحكاوي عن هذا النصر سبحان الله لا تنقطع. اسمحوا لي أرحب بالحاج هاشم فرج. مرحب بحضرتك. أهلا وسهلا. الكلام مش لينا النهاردة، الكلام لحضرتك، أنت بطل هذه الحلقة كما كنت بطلا أيضا كمان من 45 سنة، وجبت لنا النصر مع كل زملائك اللي شاركوا معك في هذه الحرب النبيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أن أشكر هذا القناة العريقة والمقيمين عليها وحضرتك والسادة المشاهدين. أشكرك. طبعا ببعت برقية بالتهنئة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي عبر بينا إلى بر الأمان، ويعني كان العبور الثاني مثل قناة السويس. أبعد برقية بالتهنئة إلى السيد وزير الحربية، أبعد برقية بالتهنئة إلى جنودا وصفا وضباطا القوات المسلحة الباسلة. أنا طبعا تجنيد 76، قضيت سنة في أسوان، 5 سنين في السويس، كنت في الجيش الثالث الميداني قوات بدر الصامدة، الفرقة 19 مشاة، الفوق 38 دفاع جوي من طه. طبعا المعركة طبعا كل دي كان تدريب سواء في أسوان أو في السويس، قعدت 6 سنوات، 5 في السويس وسنة في أسوان. السنة في أسوان دي كان تدريب يعني ممتاز جدا جدا، لأن التدريب في السلم يوفر الدم في المعركة، أعرف أخش على عدو وأضربه إزاي. طبعا اترحلنا يوم 1/1/71 إلى السويس. طبعا مر علينا المشير أحمد إسماعيل الله يرحمه، هو طبعا البطل المخطط لمعركة 73 وصاحب القرار الحرب والسلام المرحوم أنور السادات. طبعا مر علينا لمدة شهر من اول 1/9 حتى 30/9، قال يا جماعه شدوا حيلكم لمده 90 يوم، توقعوا ان الحرب في خلال ال 90 يوم دول، ما قالش يوم كام، 6 اكتوبر ولا 4 اكتوبر ولا 5 اكتوبر. طبعا في ناس ممكن تبلغ. فطبعا يوم 4 اكتوبر نزلت غواصين او غواصات قفلت المواصير النبلم في بور توفيق في السويس، لان دي كانت ترفع نار 3 متر فوق الماء المانع بتاع خط قناه السويس. طبعا يوم 6 اكتوبر انا قاعد في نقطه فصيله، كنت شويش مجند، فبوزع مثلا ايه المراقبه على اللطقم، يا طقم واحد غير، يا طقم اثنين، يا طقم ثلاثه، يا طقم اربعه، ففوجئت طيران جاي بعرض السماء. كانوا ساعتها احنا سمعنا بعديها ان هم كانوا 228 طائره دخلوا على ايه على النقط القويه، كان 222 نقطه قويه فدمروها. ست طيران راحوا ضربوا فين؟ مطار مليز، عشان يشيل الحركه بتاع اسرائيل. فالطياره بتاع عاطف السادات الله يرحمه استشهد، وما قالوش للسادات الا بعدها باربع ايام. طبعا احنا اخذنا طبعا وضع ضرب، طبعا كل الاسلحه كانت محتشده في الجناين.
عمليه توميه عشان اسرائيل ما تقولش ان مصر هتحارب. واللي كان بقى بيمص قصب واللي بيلعب كوتشين وحاجات ايه كانوا بيسموها فرقه الكسله. طبعا كان يوم السبت ويوم كان عيد الغفران عندهم وكان الساعه 2:05 اللي 1405 ففوجئت بان طيران دخل سينا دمر 222 نقطه قويه ودمر مطار مليز ورجع الى قواعدها سليمه بقى في 9 دقائق. طبعا كلمه الله اكبر هي اللي جابت النصر لمصر. صحيح. كلمة الله أكبر والله العظيم كانت الأرض بتهزم تحت رجلينا. يا سبحان الله. طبعا خدنا وضع ضيق وضع للضرب، مين اللي عدى بقى اللي الساعة 2:05 بعد الطيران بتاعنا ما رجع؟ الاستطلاع والصاعقة والمهندسين والمشاة. عدوا على سلم هو الحبل ده ورفعوا العلم وعدوا شارع عشان يطهروا النقط القوية اللي احنا خدناها وضربناها من إسرائيل. واحد تعبان يخلصوا عليه، واحد مثلا مش عارف إيه، واحد بيجري يضربوه. فكان القوات بتاعتنا دي الناس دي قعدت 6 ساعات جوه. فكان القوات بتاعتنا غرب القناه اللي بتعززهم على زاويه 45 الماسوره الهاون والمندال والهاوزر بقى يضرب على 5 كيلو قدام قواتنا عشان ما فيش اسرائيل تخش على قواتنا. قعدوا 6 ساعات. طبعا في 3 كباري اتنصبوا في السويس وثلاثه اتنصبوا في اسماعيليه. طبعا الساعه 9 مساء كنا بنقول الله اكبر وتحيا مصر. دخلنا سيناء الحبيبة الساعة 9 مساء والله ما فطرنا الا الساعة 10 لان كان العاشر من رمضان. أيوة. وكرامة العاشر من رمضان. فطبعا ايه فطرنا حتى المسيحيين كانوا معانا والله ما كانوا الا معانا الساعة 10 لان المسيحيين يد واحدة وطن واحد نسيج واحد سفينة واحدة هم بيصوموا معانا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. صحيح صراحة يعني لان بنحارب وطن واحد ده شهادة اشهد امام الله. صحيح. اما هم اخواتنا في الوطن ولكن بقى طبعا كل واحد دي مالناش دعوه. طبعا. فطبعا وصلنا الساعه 9 مساء كل واحد طبعا بيدور على الموقع اللي هتحتل فيه. طبعا عملنا دوشه من المدافع بتاعتنا احنا مين طه. اهدافنا ايه بقى؟ نضرب اهداف الجويه والارضيه والبحريه. كل واحد ليه تخصص في المعركه. حتى كنت تخصص ايه حاجة هاش؟ انا كنت مدفعيه 57 من طه الفوق 38. نعم. حمايه الفرقه 19 مشاه. أيوة. وممكن بعض الزملاء سامعيني الوقت وانا بتكلم على تواصل معاهم بحاجه. طبعا بنسلم على بعض وبنعزي بعض يعني بنوصل بعضيتنا على التليفونات وكله. طب احكي لنا بس الاحداث دي ونرجع تاني للزملاء. طيب طبعا يوم 9 ما نمناش طول الليل من الفرحه وكلمه الله اكبر. وبقى نبحث الدشه من المدافع ليه؟ عايز اخلي الماسوره على وش الارض. ليه؟ لان لو طار العدو ضرب القنبله الشاذ بيفرز ممكن يجي في رجلينا. فكل مدفع او دبابه في الدشمه بتاعتها هم بقى يجوا علينا نضربهم. فضلا فضلنا نضرب كبدنا خساير كتير ملاش عدد فالمعدات والارواح. وكنا قلنا يا فندم عايزين نخش تل ابيب. كان يوم كام؟ يوم 7 الصبح. قال لك لا احنا قدامنا موانع اكبر من خط برليف وقناه السويس. اللي هو ايه؟ الماء المانع اللي هو طبعا الميه. وخط برليف ارتفاعه كام؟ 20 متر عرضه 40. طب ايه اللي هيشيل ده؟ قالوا لو جابوا مهندسين العالم مش هيشيلوه. جبنا ترومبات زي بتاع السد العالي وجبنا مطافي في السويس. المطافي دخلت طير لحد ما خلت 2 متر والايه واللودر راح كانسو والمعدات دخلت الساعه 9 يوم 6 اكتوبر 1973. نعم صحيح. طبعا يوم 7 يا فندم نخش. قال لا قدامنا موانع اكبر من خط برليف وقناه السويس. ايه هو؟ قال لك ممرات متلة. دي لازم نرفعكم لفوق وانتوا تعدوا عشان الطيران بتاعنا يحميكم وتعدوا لان دي مدخل ضيق يعني عباره عن ايه؟ عن طريق واحد. فانتوا طبعا ايه اما ناخد بقى نخش سينا دخلنا 20 كيلو وكنا غادرين نخش تل ابيب. قال لك بس اما نعمل خطه ثانيه خطه عبور مثل قناه السويس والماء المالح. طبعا كل يوم بقى نضرب 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 لحد ما جينا يوم 14 اكتوبر. احنا طبعا محتلين اسرائيل بتاعتي محتله وطبعا الدبابات جايه علينا لما تيجي علينا احنا نضربها لان احنا فوق تحت الارض هم جايين. ضربنا 14 دبابه ما شاء الله. طبعا كنا بنضرب طبعا اي طيران ونضرب ارضي وبحري. الطيران طبعا زي الصواريخ البلاستيكيه وشين فيه. اما الدبابات كنا بنضرب خهدال وشين فيه. خهدال خارقه الدروع شين فيه شديده الانفجار. طبعا كله بقى بيضرب بقى المندل بيضرب والهاون بيضرب والصعقه بتضرب كله بيضرب كله مشترك حتى بتاع التعيين بقى برضه بقى يضرب السلاح الالي. يعني كله بقى مشترك. الطيران الاسرائيلي يجي ياخد له طلقه ويقع يا يهرب. واذا جه الصاروخ كان يطلع بقى سم 7 وسم 2 وسم 4 مؤاخذه يجيب الطياره نصين. كان ممكن اول ما وصلنا يهرب يضرب الحموله في اي مكان ويهرب. كبدنا خسائر اللي ما لهاش عدد وعدنا كرامه مصر وكرامه العرب.
وعشان حبة رملة تروح من سيناء، لا مستحيل. ومصر ذكرها في القرآن 5 مرات، لا يمكن هتمضان مهما كان الظروف. صحيح. فطبعا جينا طبعا يوم 14 ضربنا ال 14 دبابة و 12. كان في موقع في بورتو في قعد 4 أيام ما يسلمش. نرفع له العلم الأبيض ما يسلمش، نرفع له الملاية البيضاء ما يرفعش. روحنا داخلين، أنا كنت واخد فرقة قتال متلاحم في مدرسة المعركة، فخدوني مع الشلة مع الصاعق والإصلاح والحاجات دي. يعني إيه قتال متلاحم حاج؟ يعني أضرب، يعني مثلا إيه أضرب بالسنج إزاي؟ مثلا تضرب عن من قرب مش أيوة من على بعد. يعني مثلا يعني أخلي الخدمة واقف وبالسنج أضربه في ظهره في رقبته. قتال متلاحم بقى. فزيك مثلا زيك صعقه كده والقوات الخاصه والحاجات دي. فراحوا واخديني معاهم في الليله دي، كان الساعه كام؟ 3 بالليل. مش كان في موقع بقى تبه كبيره. رحنا طبعا ايه زحزحف لحد ما جينا عند الخدمه. بقه بالخنجر في ظهره. الله ينزل ميه. ده كان كام اكتوبر بقى؟ ده كان 4 اكتوبر. قبل بتاع ده، قصدي 12 اكتوبر. 12 اكتوبر. قبل 14 اكتوبر. نعم. 12 اكتوبر. طبعا شو بقى من 6 اكتوبر ل 12 اكتوبر 6 ايام مش عايز اسلم. رحنا طبعا ضربنا، كانوا حوالي بتاع 150 واحد. طبعا موتناهم، مفيش حاجه اسمها مشاهد بقى، موتناهم. وخدنا المعدات بتاعتهم وديناهم معرض الغنائم في السويس. كانت في عديد اسمها 155 زلحه. سليم. فخدناها، فقبلنا خسائر كتيره في المعدات والارواح. لان مصر فوق الجميع. وكفايه ان احنا طبعا بالنسبه لاهالينا ما كانش في اتصال. ما كانش في اتصال لاهالينا. لان طبعا احنا في حرب. يا استشهاد يا النصر، حاجه من الاثنين. طبعا فضلنا نضرب لحد يوم 17 اكتوبر. الجيش الثالث الميداني اللي هو الفرقه 19 والفرقه 7. انا جانا بيان قال لك وقف اطلاق النار يوم 22 اكتوبر. طبعا وقفنا، احنا خلصنا عليهم بقى خلاص. طبعا دول جماهير راحت عيطت لكيسنجر، قالت له الحق الجيش المصري هيخش من باب المندب وهيخش تل ابيب. بقى نحارب فرنسا وانجلترا واسرائيل وامريكا. بقى نحاربهم. ايوه. طبعا وقفنا. عملوا ازاي؟ ما هم خاينين. روحوا داخلين في الثغره بين الجيش الثاني والثالث. يعملوا ايه؟ عربيات واخدينها اسرى من 67 وعليها العلم المصري، ومش هيغلب، ممكن يشيلوا العلم الاسرائيلي ويحطوا العلم المصري. عبروا كام غرب القناة. طبعا خدوا جيب. خدوا جيب. طبعا احنا الغلط منا، المفروض كنا ايه وضعنا قوات غرب القناة لما احنا عدنا الفرقة 7 و19. كان عددنا كام؟ 33,000 عسكري جوه بمعداتهم بحالهم بكل. قصاد كام بقى؟ هم كانوا كام تقريبا؟ لا هم أقلية يعني، أصل كل الموقع منهم يعني هم أقلية. بس معاهم معدات طبعا يعني معدات قوية. كل يعني مثلا تلقى 2 كيلو تلقى موقع، إنما احنا عندنا. أنا كنت بنادي على الخدمة عشان إيه مثلا أقول له الساعة كام؟ جنبية. يعني الموقع اللي جنبية كنت أنادي عليه، ليه؟ احنا عاملين زي السيدة. إنما هم بقى متفرطين قليلين. احنا بقى لو قفلنا بقى المدائة دي كنا نمسكهم غرب القناة. طبعا راحوا جابوا قوات الطوارئ الدولية. وطبعا بقى دخلنا التعيين والماء وحاجات زي كده. طبعا عاد يخشوا مدينة السويس. يوم 24 اكتوبر ما عرفوش. ليه؟ فتحنا قنابل الذخيرة، كل الدبابة تنزل، لو عايز صور كده نديله قنبلة يدمر دبابة. العسكري اللي يجري بالآلي وبنزين ونولع فيه، العسكري الإسرائيلي. دمرنا 24 دبابة مسفحة ومجنزرة، وما قدرش يخشوا بتاع مدينه السويس. عملوا ايه بقى في السويس؟ سدوا المواسير بتاع الطلع والمصارف عشان نكررها ونشرب. طب احنا بيجينا تعيين عن قانون الطوارئ الدوليه. هم طب والمدنيين بقى قاعدين في السويس والمنظمه الشعبيه والشرطه يشربوا منين؟ والله والله طقت عين جنب سيد الغريب بقى يشربوا منها، وانا شربت منها. طقت عين من منها. عند ربنا كده؟ من عند ربنا والله حصل. الله. جنب سيد الغريب. واسال اي واحد كان في الجيش الثالث. ايه الاخبار دي؟ سبحان الله. اقسم بالله حصل، وانا شربت منها. وبعد الحرب نشفت. ياه. شوف المعجزات بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ياه على نصر الله. احنا بنقول يا رب ونقول الله اكبر وتحيا مصر. بس طبعا بقى جاب القاده سبب وجاب مصر احنا سبب، ولكن مصر يعني يا حاج هاشم، دي معجزه. معجزه طبعا. دي حصلت معجزه. ما انا بقول لحضراتكم، انا بقول ان كل مره نتكلم فيها عن نصر اكتوبر نسمع اخبار الحقيقه، يعني تقول لنا قد ايه ربنا بيبقى مؤازر صاحب الحق. يا استاذه الفاضله، انا كان معايا عساكر. كان الصندوق 50 كيلو. يوم 6 اكتوبر الساعه 2 والله الشاب انا شايله صندوقين. يعني هو وزنه 70 كيلو بقى يشيل 100 كيلو من الفرحه. فرح ايه؟ ما كناش نسال في اهله ولا حاجه ولا محتاجه الا نشوف يا النصر يا الشهاده. وكل من ده حرب اكتوبر البلد غاليه عليه. ايوه. وانا مستعد
اناشد رئيس الجمهوريه ووزير الحربيه وجميع القاده ان انا البس زي عسكري واروح احارب مع الاخوه هناك في جبل حلب، احارب الارهابيين هناك. انا مستعد. انا ساعه ما بسمع نشيد وطن انا جسمي بيشيط، لان مصر عزيزه عليا واكتوبر عزيز عليا ومصر ام الدنيا، واللي يكره مصر يبقى هو مش من مصر. صحيح. حاج هاشم، قلت لي مشهد يعني انا بتخيله كده، لما بتقولي ان الجنود بيجروا، الجنود الاسرائيل بيجروا من قدامكم، يرموا سلاح ويجروا. ايوه بيجروا. ده عمرك شفت جندي مصري عمل حركه؟ لا لا لا. طب هم قوات الطوارئ جت طبعا بتحميهم عشان دخلنا التعيين والميه وحاجات زي كده، هم كانوا متحصنين برضه. احنا لو قفلنا الميدان نمسكهم باليد غرب القناه. فطبعا راحوا قافلين الميدان. ايه قال لك هات لنا 12 نفر ضربتهم صحيين؟ صحيين ده كفر. روحنا الصاعقه بقى، والصاعقه راح دخل عليهم بالليل. معانا قوارب مطاط شرق، عدوا ذبحوا اكثر من 300 واحد، راحوا فاتحين الطريق. من اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. صحيح. يوم بقى 26 اكتوبر حاربونا محاربه نفسيه. رمى علينا منشور بالطيران بتاعهم. قال ايه بقى المنشور؟ ايها الجندي المصري، نعرفك بان القوات الاسرائيليه احتلت مقر قياده الجيش الثالث وضربت الطعام والماء والذخيره، وعشان تضمن سلامتك وسلامه اولادك سلم نفسك لاي جندي اسرائيلي تراه بهذه البطاقه ومادك على شارون كان اركان حرب. قلنا ده حرب نفسيه طبعا فتح لنا مين؟ اللي هو اريل شارون اللي طبعًا كان ماسك. طبعا كان بقى اللي هو يوسف عفيفي وكان المرحوم محمد بدوي مورع علينا بحرب نفسيه. قلنا له لا يمكن، ده احنا عايزين ناخدهم صح، نعدي عليهم ناخدهم صح. طب انا هرجع لك في الجزئيه دي، لان الحرب النفسيه دي اصلهم اساتذه فيها يعني. ما طبعا معانا دلوقتي بس على تليفون دكتوره فاتن عوده، الكاتبه السياسيه واستاذه التاريخ السياسي. دكتوره فاتن اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا دكتوره فاتن. اهلا وسهلا يا فندم. مشاهدين وبضيوفك الكرام. يا الله يخليكي، تسلمي، ربنا يخليكي. الحقيقه يعني حضرتك وبتدرسي هذا التاريخ صاحب الهامات المرفوعه وهذا النصر الكبير، يعني مكتوب ايه في كتب التاريخ؟ يعني احنا عايزين نسمع من حضرتك دلوقتي اللي يعزز نفسيتنا، اللي يعزز ايضا كمان فخرنا بنفسنا بجنودنا بحبنا للوطن. يا فندم ايه بتقولي ايه للطلبه اللي موجودين واللي بدرسيهم؟ الحقيقه ان هو اولا يعني حرب اكتوبر هي من اعظم الانتصارات. نعم. اعظم الانتصارات في تاريخنا العسكري المصري وفي تاريخنا في تاريخ الوطن العربي. هو للاسف احنا ما بندرسش الحرب في تاريخنا، في تاريخ على يعني في مراحل الدراسة في المدارس الابتدائي والاعدادي والثانوي للأسف الشديد. وأنا أتمنى أن يتم الدراسة يعني الدراسة العلمية لهذه الحرب لأنها تستحق. حرب أكتوبر ما هيش حرب وانتهت فقط، لا، دي نبراس لينا ومستقبلنا. الحرب بتخطيطها العبقري والدقة في التخطيط واستخدام العلم أكبر دليل على إن إحنا محتاجين ندرس الحرب في مدارسنا فعلا، والتاريخ يدرس بشكل علمي. يعني ندرس آليات الحرب اتعملت إزاي بشكل علمي يا دكتورة فاتن؟ بشكل علمي كده. بمعنى إيه؟ يعني حضرتك عايزة تشير لإيه؟ اتخاذ القرار، شجاعة اتخاذ القرار، استخدام كل التكنولوجيا، توظيف كل الطاقات. احنا لأول مرة يمكن في حرب أكتوبر بيجند المجند على أصحاب المؤهلات العليا. نعم. التخطيط بدقة، كل يعلم جيدا يعني المهام الموكلة إليه. استخدام العلم واستخدام التخطيط. الرئيس السادات كان صاحب فكر استراتيجي، هو يمكن هو السبب الرئيسي في نجاح خطة الخداع الاستراتيجي حرب أكتوبر. لذلك تم توظيف العلم وتم توظيف الطاقات من الشباب والمؤهلات العليا وحشد كل الطاقات. نعم دكتوره فاتن، حضرتك يا فندم بتتعاملي مع يعني شريحه من الشباب، ده بتتعاملي مع شباب معتقد العزايم ومعتقد الافكار وكل الحاجات دي كلها، لكن احنا عايزين نقول ان الشباب اتغير يا فندم، الاجيال اتغيرت. جيل اكتوبر
وجيل ما قبل اكتوبر ما هوش الجيل اللي عايش دلوقتي. لا يمكن للأسف، لا لا، يعني احنا ما نقدرش نقلل من قيمة شبابنا ومن طيب قدراتهم. طمنينا يا احنا دكتورة فاتن، لا طبعا، طبعا طمنينا. شبابنا بخير، شبابنا بخير، وشباب واعي ويقظ، وكل المؤامرات اللي بتتم وتشويه انتصاراتنا، لا شبابنا واعي، واحنا بنخبتنا موجودة ان احنا نقول لا، احنا انتصرنا في حرب اكتوبر، وفخر للجميع ان احنا انتصرنا. والدليل على ذلك اسرائيل، يعني بتنكس اعلامها في خلال هذه الفتره، نعم، على الرغم من كل الحرب، حرب الشائعات اللي بتدار علينا، بس حرب يعني ضرورة جدا. قبل سواء مداخله حضرتك يا دكتوره فاتن، انا كنت بتكلم مع اتفضل. الحاج هاشم فرج، وهو طبعا من احد رجالات اكتوبر، بيتكلم عن ان هم في قلب الحرب، يعني لسه شهر اكتوبر لم ينقضي، في تقريبا 24 25 في الوقت ده بداوا يمارسوا عليهم حرب جوه ساحه الميدان، حرب معنويه. طب على فكره هي للحرب النفسيه اسرائيل بتمارسها من فتره 67 حضرتك، وما تمام، زالت، وكان قبل حرب اكتوبر. لكن تأثيرها لم الكتم الذي يكن، لا يقهر، تأثيرها يا فندم لم يكن متأصل ومتشعب داخل المجتمعات، لأن ما كانش فيه وسائل التواصل الرهيبة اللي موجودة دلوقتي. الفكرة اللي تمام عايزين يقولوها بينشروها في أقل من ثانية، فهي تمام دي ده قلقي بس يا فندم على الشباب. لا احنا ما نقلقش من شبابنا، احنا اصحاب قضيه وعلى حق، واحنا انتصرنا، ولنا الفخر ان احنا كل عام يعني نحتفل بهذا النصر العظيم، وشبابنا يعني لا ذو قدرات عاليه جدا جدا جدا، وبيتفهموا هذا، يتفهموا هذا الانتصار. واحنا بنقول لهم ان احنا واجبنا، احنا كاساتذه للتاريخ وكنخبه، ان احنا نقول ان الشائعات اللي بتدار حولنا لا، دي بنفندها، بالعلم برضو. هو انا بقول الكلام ده ليه بقى يا دكتوره فاتن؟ علشان انا عايزه يعني انضم لهذه الفكره حضرتك بتطرحيها، وهي تدريس هذه الروح واليات هذه الحرب علميا ومعنويا وما الى ذلك من خلال مناهج حقيقيه مدرسيه. بضم صوتي لحضرتك طبعا، يعني ده فعلا يعني فكره رائعه جدا. يعني انا لسه دلوقتي، انا لسه ناشره كتاب ليا لحرب اكتوبر، ده كان جزء من رساله الدكتوراه، نشرها بقالي حوالي كام شهر كده، احتفالا بنصر اكتوبر هذا العام، والكتاب موجود في السوق. انا بدعو شبابنا انه يقرا، يقرا هذه الكتب، لان احنا بنرد، بالكتاب وبالكلمه وبالعلم في مواجهة الحروب، في حرب الشائعات. كان بيسوق لنا كتاب أشرف مروان للملاك على إنه عميل وبيضربوا رموزنا الوطنية، لكن إحنا بنرد على الكتاب بالكتاب، وعلى الكلمة بالكلمة، وبالعلم وبالأدلة والوثائق. فإحنا شبابنا بخير، وشبابنا واعي جدا، وإن أكتوبر، نصر أكتوبر ده عابر للأجيال، وإحنا مهمتنا ومهمة طبعا أبطالنا العظام، من هم على قيد الحياة ربنا يديهم الصحة صحيح وطولة العمر، هم نعم بيوصلوا لنا شهاداتهم كل جيل. احنا بيتم شحننا معنويا كل احتفال باكتوبر. صحيح، فشبابنا بخير اشكرك يا وواعي فندم جدا طبعا. جدا جدا. هذه فيهم المداخلة الامل وهذه ان افكار قيمة شباب جدا. مصر، شباب مصر بخير، ووقت الشدة بيبانوا. تمام، شكرا ليك كانوا يا بيقولوا دكتورة علينا فاتن. كده قبل اكتوبر، كانوا بيقولوا ان تمام، احنا مش هنقدر نحارب. صحيح، شبابنا بخير ومصر دايما. طمنتينا والله يا دكتورة فاتن على شبابنا. ربنا الحقيقة أنا يخليك، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا دكتورة فندم، فاتن كل عودة، عام الكاتبة وحضراتكم بخير. السياسية وأستاذ التاريخ السياسي. فاتن عوض، ربنا يخليك يا فندم. شكرا يا فندم. دكتورة فاتن عوض، معلش أنا مكتوب عندي عودة، أنا بعتذر لحضرتك. دكتورة فاتن عوض بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. ويعني هذا أمر مش عايزين هذه الروح يعني تبرد أو تهدى، عايزين روح أكتوبر تبقى مشغالة جوه كل بني آدم مصري. أتمنى شهر أكتوبر ده يكون يوميا التعليق على أكتوبر، وبأطلب من الشباب المجندين والمتطوعين التدريب في السلم يوفر الدم في المعركة، اتدرب تدريب كامل وعلى أحدث الأسلحة عشان تعرف تواجه العدو. سليم، فالنهارده الجيش يعني وقف سنتين مؤهل عالي،
بيتدرب سنه وسنه سنه مع السلامه، بياخد لها نص اجازات. فانا بقول يعني يضغطوا على التدريب شويه، سواء على السنه اثنين ثلاثه، الضغط على التدريب، لان التدريب هو يعتبر الانتصار الاول عشان يعرف يخش على العدو. طبعا نرجع لجزئيه لما وزعوا المنشورات يا حاج هاشم، انتوا صدقتوا المنشورات دي؟ حرب نفسيه ولعنا فيها، عرفتوا على طول؟ عرفنا. ما مر علينا بقى احمد بدوي، وطبعا الجيش معظم ابناء الفلاحين. يعني ابناء الفلاحين حاربت في 48 و56 و67 و73، كان معظم الجيش كان ابناء الفلاحين. وابناء الفلاحين ناس يعني محترمه واقوياء، وكانوا بيسمعوا الكلام. القاده بتوعنا كانوا مثلا، احنا كنا 106 معانا 3 ضباط، اخواتنا برضو وحاجات زي كده، وبناخد منهم معلومات وحاجات زي كده. ولكن الحرب كان كل واحد يلا نفسي، يا النصر يا الاستشهاد. فانا بطلب من المجندين التدريب في السلم يوفر الدم في المعركة. صحيح. لأن مصر قادرة على كل شيء بإذن الله وعمرها ما تنضام. بالنسبة لأهالينا لما رجعنا بالنصر كانوا فرحانين، كانوا يعيطوا من الغربة. أنا قعدت متحصر 5 شهور، وقعدت سنة، وقعدت شهر لما نزلت 6 شهور علشان ما اشوفش اهلي، وساعتها كاتب كتابي وحاجات زي كده. المهم بقى يقابلوني بالفرحه. اتجوزت ولا لسه يا حاج؟ لا ده لا ده الكلام ده في 74. نعم. كنت كاتب كتاب ودخلت في 74، يعني ايه بيقابلوني يعني، يعني الوالده الله يرحمها والوالد والاخوه بيقابلوني يعني بالعياط والفرحه. العياط اللي هم غربه 6 شهور، والفرحه ان انا جبت مصر. يعني انا وانا نازل رمسيس طبعا جاي من السويس، واحد بيقول انا من العياط، وقال لي وصلك بدون مقابل. يا عم انا معايا الفلوس، ده انا معايا مرتب 6 شهور. قال له والله عشان فرح اكتوبر ونص اكتوبر اللي وصلك بدون مقابل. ايه رايك؟ طبعا يعني الجيش مش وحش، جيش ابنائنا واخواتنا، وهم انا بنام على حسهم. فانا بقول لهم خلوكم اقوياء سليم، وبعدين برضه اللي احنا فيه برضه بكره يتعدل. يعني الحمد لله مصر في امن وامان. اما حكايه الاسعار ممكن ترجع، ما نعملش زي القدر الله. احنا مرينا بحاجات صعبه قوي. ما طبعا الناس كلها احنا مرينا بايام صعبه قوي. انا قلت للرئيس يا رئيس الفقير جابوا فضيط. بالعربي كده. قلت لنا في رمضان خش على الحيتان اللي واخد الاراضي الصحراويه، اللي عنده 3000 فدان و4000 فدان، الدوله مش قادره تخش عليهم ليه؟ والفقير يا ولد يجيبوا فضيط خلاص. خش على الناس دي، عندك 2000 فدان محايز بكام؟ ب 500. ادينا ال 1500 التانيين دول يا تاخدهم بسعر النهارده، ما تاخدش بقى الفدان 200 جنيه زي الشركه. محدش عارف الاجراءات اللي جايه هتبقى عامله ازاي. يا استاذ بس هو فعلا صحيح احنا في السنين اللي فاتت، بس احنا احسن من غيرنا، احسن من ليبيا. ما انا بقول لحضرتك لا طب ما نبص في تاريخنا بقى. بلاش اصبروا دي اسطوانه مشروخ. طب ما نبص لتاريخنا، احنا مرينا بايه؟ تاريخ المصري. وبطالب من السيد الرئيس الجمهوريه نعم يقعد مع صغار المزارعين. قعد مع توقف انا الشعب. بطالب مع حضرتك ما عاد صغار المزارعين اللي هو اقل من 5000 دينه او عامل يوميه او مستاجر. الناس دي الشقيانه الحاقدين في حقولهم، التعبانين الشقيانين، يقعد معاهم ويشوف طلباتهم ايه. النهارده وبعدين ساب المستثمر وراجل اعمال، والفقير لا، ما هو الفقير هو اللي انتخبك. وكنا هنا معانا مع حضرتك، وكلنا طلعنا قلنا نعم رئيس عبد الفتاح السيسي، برغم كان نازل مع واحد، بس احنا اخترنا الصح طبعا والاصلح. سليم. فاحنا بنقول برضو يعني ايه، يعني اقعد مع صغار المزارعين. تمام يا سعاده الرئيس، انا قعدت معاك في فندق الماسة. انا نفسي نفسي بجد حاج هاشم ان يتعمل عام للفلاح المصري. ايوه يعني يعني انا قعدت مرتين ثلاثه افطر مع فندق الماسة، بس كنا عدد يعني 200 واحد. فانا بقول له اقعد مع صغار المزارعين وشوف مشاكلهم، لان دول هم اللي بيدعوا لك بالنصر وبنقول لك الامام. وبعدين برضو شكرته على النت، قلت اشكر السيد رئيس الجمهوريه اللي هو عين 21 محافظ وعين وشكل الوزراء. فالوزراء لازم تشتغل، ومحافظين مثل الدكتور عبد الرحيم شحاته كان محافظ الفيوم ثم الجيزه ثم القاهره ثم وزير التنميه المحليه. الراجل ما كانش بيقعد ابدا على كرسي ولا تكييفات، كان ينزل منع الفساد. فاحنا حاربنا اسرائيل وبنحارب الارهاب وهتخلص. ده شويه عيال لا مؤاخذه يعني. ان شاء الله عايزين نحارب بقى الفساد، لان الفساد هو اللي مضيع البلد. الكبير واكل الصغير، والفقير هو اللي تعبان. يا سعاده الرئيس اقعد مع صغار المزارعين وشوف مشاكلهم. تمام تمام. شكرا ليك يا حاج هاشم، تنورتنا وشرفتنا. انا معايا معلومات ممكن لو حكيت شهر على اكتوبر مش هنخلص. ما هو ده بقى، ده جمال اكتوبر. 45 سنه اكننا هناك الوقت. حكاياته لا تنتهي،
والله العظيم ودروس، ويعني كل يوم بناخد منه دروس وعبر من هذا الشهر العظيم وهذا النصر الفواح، نصر اكتوبر عطر الفواح زي ما قلت في بداية الحلقة. ده معطر كتب التاريخ، مش التاريخ المصري، ده التاريخ التاريخ العربي، التاريخ الاصيل. طبعا كرامة مصر وكرامة العرب ربنا. صحيح طبعا طبعا. انا طبعا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ينصر مصر والرخاء ينزل على مصر. وبقول لرئيس الجمهورية سير على بركة الله ونحن معك، يد تبني ويد تعمل سلاح، وقول للحكومة تشتغل عشان نرفع عجلة الإنتاج إن شاء الله. وأقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. حاج هاشم فرج أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر كل من أتى لنا بهذا النصر، كل من أتى لنا بهذا الفخر. الحقيقة بقول لك شكرا، وكلمة شكرا قليلة قوي لكن تقبلها مننا. مشاهدينا الكرام تصبحوا على خير.